حسيت بولادي. فالوقت اللي ولادي كيجيو كيقولوا مامون علاش بابي ما كيهضرش علينا، علاش بابي ما كيقولناش، صحابنا كيقولوا لنا علاش انت كتقول مامون سميتها شيرين، باغ كونطخ انه السي نور الدين ملي تيهضر تيقول بان عندي بنتي البكر ديالي سميتها مجدولين، دونك كومون ساس في بنتك سميتها مجدولين وانتم تتقولوا بان مامون ديالكم سميتها شيرين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. الابنة البكر للراحل نور الدين بكر كشفت عن تجاهل أبيها في تصريحاته لعدة منابر إعلامية، لكنها لم تنكر أنه كان أبا جيدا وحنونا. سأترككم مع تتمة هذا التصريح الجد مؤثر. كما كتقول في بزاف اللقاءات ديالك بأنك أب ممتاز، اب يعني عاطوف حنون على ولادك، هادشي ما غنكروش فيك وما غنكروش حتى انا، حيت فعلا هادشي فيك ماشي ما فيكش، هادشي فيك اب حنون عاطوف. بزاف الحوايج فيك زوينين. من الوقت اللي غنوليو كنديروا لقاء كنبداو ما غنقولوش كنكرو بقدر ما غنقولو كنتجاهلو شي حوايج، يمكن انت ما بانوش لك كبار، يمكن انت ما بانوش لك بهذا القدر قداش هما صعاب، ملا عليا ولا على ولادي فهما كيضروا بزاف. فحسب رأيي الشخصي فالراحل لم يقصد تجاهل ابنته، وإنما كان جالسا مع عائلته الثانية، لهذا ذكر أن ابنته البكر هي مجدولين. لأنه ما غنقبلش على نفسي أنه أي واحد يسأل السؤال ديال شيرين نور الدين بكر بصح باك، شيرين نور الدين بكر ديك النهار دار سي جواب وما قالش وما قالش، دونك هاد لي كيسيون كلها ما عندهاش معنى، حيت سا سفي با انني غنبقى اشاك فوا نجبد سوا الحاله المدنيه اولا نجبد لا كارت ناسيونال فوالا راه هو الوالد، لا سا سفي با، شي حوايج اللي ما كيداروش.